بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبطال الصف الثاني الابتدائي، هنبدأ إن شاء الله قرص النحو الصيفي في مادة اللغة العربية، وده الفيديو الأول، وإن شاء الله في جزء تاني. لو لقيت فيه تفاعل على الفيديو هكمل إن شاء الله باقي القرص. نبدأ بالمد والممدود. حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء، والحرف الذي يسبق حرف المد يسمى الحرف الممدود. وإحنا عارفين شروط حروف المد إن هي تكون خالية من الحركات، والحرف الذي يسبق الألف يكون فوقه فتحة، والحرف الذي يسبق الواو يكون فوقه ضمة، والحرف الذي يسبق الياء يكون تحته كسرة. تعال نشوف نشاط واحد والصورة الأولى، صورة ضابط. هنبحث عن حرف مد فيها ألف. أيوة فيها ألف. طيب هذه الألف خالية من الحركات؟ أيوة خالية من الحركات. الحرف الذي قبلها أو الذي يسبقها فوقه فتحة، إذن بها مد بالألف والممدود حرف الضاد. الصورة الثانية صورة كتكوت. نكتب كلمة كتكوت ونبحث عن حرف من حروف المد. حروف المد احنا قلنا الألف والواو والياء، فيها ألف؟ ما فيهاش ألف. فيها واو؟ أيوة فيها حرف الواو، خالي من الحركات والحرف الذي قبله فوقه ضمة، إذن بها مد بالواو والممدود حرف الكاف اللي هو اللي قبليه. رقم باء صورة فيل. نكتب كلمة فيل. كلمة فيل هنبحث عن ألف، فيها ألف؟ ما فيهاش ألف. طيب فيها واو؟ ما فيهاش واو. فيها ياء؟ أيوة فيها ياء. هذه الياء خالية من الحركات والحرف الذي قبلها تحته كسرة، إذن بها مد بالياء والممدود حرف الفاء. رقم جيم صورة حصان. كلمة حصان تكتب بهذا الشكل، بها مد بالألف والممدود حرف الصاد، يبقى بها مد بالألف والممدود حرف الصاد. اكتب حرف المد. نشاط 2، اكتب حرف المد والحرف الممدود لكل كلمة مما يأتي. الكلمة وهنكتب حرف المد والحرف الممدود. كلمة سماء. كلمة سماء هنبحث عن حرف المد. أحسنت، بها مد بالألف والممدود حرف الميم، بها مد بالألف والممدود الميم. باء كلمة عصفور. هنبحث عن ألف أو واو أو ياء، بها حرف الواو خالي من الحركات والحرف الذي قبلها فوقه ضمة، إذن بها مد بالواو والممدود حرف الفاء. جيم كلمة جميل. كلمة جميل بها مد بالياء، الياء خالية من الحركات والحرف الذي قبلها تحته كسرة، إذن بها مد بالياء والممدود حرف الميم. الكلمة التالية ظهور. كلمة ظهور بها حرف الواو خالي من الحركات والحرف الذي قبلها فوقه ضمة، إذن بها مد بالواو والممدود حرف الهاء. كلمة قطار. كلمة قطار بها مد بالألف والممدود حرف الطاء، مد بالألف والممدود الطاء. واو سريع. كلمة سريع الياء خالية من الحركات والحرف الذي قبلها تحته كسر، إذن بها مد بالياء والممدود حرف الراء. كلمة أصحاب. أصحاب بها مد بالألف والممدود حرف الحاء. الكلمة الأخيرة قريب، بها مد بالياء والممدود حرف الراء. النشاط التالي الشدة. الحرف المشدد أصله حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك، مثل كلمة مدرب، عبارة عن حرفين. حرف الراء في كلمة مدرب مشدد وتحته كسرة، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، ممكن الحركة تختلف فتح أو ضم أو كسر، ولكن هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن، لازم يكون الأول ساكن. أيضا مثل كلمة رمان، لما ننطقها لاحظ في النطق أن الحرف المشدد ثقيل لأنه بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. كلمة رمان، لاحظ الميم، رمان، كأنك تنطق حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، ولكن عند كتابتها كتابة صحيحة مكتوبها بهذا الشكل، الميم وفوقها شدة وفتحة. نشاط 3، اكتب اسم الصورة وضع الشدة في مكانها الصحيح من الكلمة. اول صورة صورة سيارة. انطق، وعايزين نعرف مكان الشدة فين، ويا ترى شدة وفتحة ولا شدة وضمة ولا شدة وكسرة. سيا سيا،
الياء كانت ساكنة وبعدها فتحة سيارة، إذن الحرف المشدد الياء ومشدد بالفتح. الصورة الثانية صورة دراجة، انطق واعرف مكان الشدة، دراجة. أحسنت، حرف الراء هو المشدد. طيب مشدد بالفتح ولا بالضم ولا بالكسر؟ طبعا مشدد بالفتح. درا، الراء عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. الصورة الثالثة صورة رمان، وإحنا خدنا قبل كده كلمة رمان، رمان مشدد بالفتح. الصورة الأخيرة صورة تفاح، لاحظ الفاء، تفا تف، أدي الساكن تفا والفتحة بعد ذلك، إذن هي مشددة بالفتح. رقم 4، ضع الشدة بحركتها فوق الحرف الملون في كل كلمة مما يأتي. ممرضة، الحرف الملون حرف الراء، بس عايزين نعرف شدة وضمة ولا فتحة ولا كسر. ممرري، ري، يبقى شدة وكسرة، نضع شدة وتحتها كسرة، وممكن نضع الكسرة تحت الشدة ويبقى أيضا شدة وكسرة. صبورة، كلمة صبو بو، باء مشددة بالضم، نكتب الشدة وضمة صبو. آخر صورة سيارة، ياء ومشددة بالفتح، شدة وفتحة. اللام الشمسية واللام القمرية، احنا عارفين يا أبطال الحروف الأبجدية حروف ألف باء 28 حرف. اللام الشمسية عايزة تاخد جميع الحروف، واللام القمرية أيضا عايزة تاخد جميع الحروف. فعشان نحل الإشكال بين اللام الشمسية واللام القمرية قسمنا الحروف نصين، نصفهم أخذته من اللام الشمسية والنصف الآخر للام القمرية. طيب إيه حروف اللام الشمسية وإيه حروف اللام القمرية؟ حروف اللام الشمسية الملونة باللون الأحمر تبدأ من التاء، تاء ثاء، بعد كده ورا بعض دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاء طاء ظاء، ثم اللام والنون. أما حروف اللام القمرية الألف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء. وحروف اللام القمرية مجموعة في جملة ابغي حجك وخف عقيمه، خلي التلميذ يحفظ هذه الجملة جيدا، ابغي حجك وخف عقيمه. عشان اعرف اللام شمسية ولا قمرية هبص للحرف اللي بعد اللام، اذا كان في جملة ابغي حجك وخف عقيمه يبقى اللام قمرية، اما اذا ما كانش في هذه الجملة يبقى لام شمسية. وخلي بال اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، لازم اكتبها بايدي ولكن ما ينفعش انطقها، لو نطقتها تكون خطأ. طيب اللام القمرية تنطق وتكتب، يبقى لام الشمسية تكتب ولا تنطق، واللام القمرية تكتب وتنطق. واللام الشمسية الحرف اللي بعديها لابد أن يكون فوقه شدة، لازم يكون مشدد. طب تعال ناخد مثال بسيط، كلمة لحوم هنضيف لها ألف ولام يبقى اسمها اللحوم. كلمة اللحوم عشان نعرف اللام شمسية ولا قمرية هنبص للحرف اللي بعد حرف اللام، الحرف اللي بعد حرف اللام حرف اللام. طيب هشوفه في جملة ابغي حجك وخاف عقيمه مش موجود، اذا هنا اللام شمسية وده حرف اللام في حروف اللام الشمسية. وخلي بال الحرف اللي بعديها مشدد، يبقى اللام الشمسية تكتب ولا تنطق. اللحوم هتقول لي ده اتنطقت، هقول لك لا، اللي اتنطقت اللي هي اللام الثانية اللي هي المشددة، اللحوم. وعشان كده لو قلنا السماء او السمكة او الصياد او الضابط او الشمس، كل هذه الكلمات لا تنطق بها اللام. وحاول ادرب التلميذ على كتابة كلمات باللام الشمسية، لان ممكن التلميذ ينسى في هذه الكلمة يكتب الالف والحرف اللي بعد اللام مباشرة لعدم نطق اللام. طيب ناخد كلمة كمان، كلمة جمل هنضيف لها الف ولام، الجمل. عشان اعرف اللام دي شمسية ولا قمرية هبص للحرف اللي بعد اللام، الحرف اللي بعد اللام هنا حرف الجيم، يا ترى في جملة ابغي حج جاء وخاف عقيمه ايوه موجود في الجملة، اذا هذه اللام قمرية. نستنتج مما سبق ان اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، والحرف الذي يليها فوقه شدة، واللام القمرية تنطق وتكتب. تدريبات للام الشمسية والقمرية. اللام الشمسية والقمرية، اللام الشمسية تكتب ولا تنطق مثل كلمة الزرافة، واللام القمرية تكتب وتنطق مثل كلمة القرد.
نشاط 6 انطق اسم الصورة مقترنا بأل ثم اكتب نوع اللام شمسية أم قمرية. عشان أعرف النشاط لازم أكون حافظ جملة ابغ حجك وخاف عقيمه، لازم يكون التلميس حافظها كويس وعارف إن دي جملة اللام القمرية، دي جملة اللام القمرية. طيب أول صورة صورة شجرة، كلمة شجرة لما نضيف لها ألف ولام هقول الشجرة، ألاحظ إن اللام ما تنطقتش، بس ده مش كفاية، لازم أعرف الحرف اللي بعد اللام حرف الشين. حرف الشين في جملة ابغ حجك وخاف عقيمه مش موجود، إذن هذه اللام شمسية، أكتب تحتها شمسية. الصورة الثانية صورة كلب، كلمة كلب هنضيف لها ألف ولام الكلب. طيب الحرف اللي بعد اللام حرف الكاف في جملة ابغ حجك ك وخف عقيمه موجود، إذن هذه اللام قمرية، نكتب تحتها قمرية. الصورة الثالثة صورة علم، عشان نضيف لها ألف ولام هنقول العلم، أولا اتنطقت. عشان أعرف اللام شمسية ولا قمرية هبص للحرف اللي بعد اللام العاء، حرف العين في جملة ابغ حجك وخف عاء عقيمه موجود، إذن هذه اللام أيضا قمرية. الصورة التالية صورة سمكة، كلمة سمكة تبدأ بحرف السين، هنضيف لها ألف ولام السمكة، اللام ما تنطقتش، ولكن عشان نعرف شمسية ولا قمرية هنشوف الحرف اللي بعد اللام طبعا حرف السين. طيب هنبحث عنه في جملة ابغ حجك وخاف عقيمه مش موجود، إذن هذه اللام لام شمسية. كلمة سيارة تبدأ بحرف السين، وإحنا عرفنا حرف السين مش في جملة ابغ حجك وخاف عقيمه، إذن هذه الكلمة أيضا لام شمسية. الصورة التالية صورة ثعلب، كلمة ثعلب هنضيف لها ألف ولام الثعلب، كلمة الثعلب الحرف اللي بعد اللام حرف الثاء، هنشوفه في جملة ابغ حجك وخف عقيمه مش موجود، إذن هذه اللام شمسية. الصورة التالية صورة دجاجة، هنضيف لها ألف ولام الدجاجة، الحرف اللي بعد اللام حرف الدال في جملة ابغ حجك وخف عقيمه مش موجود، إذن هذه اللام شمسية أيضا. الصورة التالية صورة دراجة، تبدأ بحرف الدال هيبقى اسمها الدراجة، واحنا عرفنا حرف الدال من حروف اللام الشمسية، نكتب أيضا شمسية. الصورة التالية صورة كتكوت، حرف الكاف من حروف اللام القمرية، ابغ حجة ك ك، إذن هذه اللام قمرية. الصورة الأخيرة صورة بيت، يبدأ بحرف الباء، هنضيف لها ألف ولام البيت، الحرف اللي بعد اللام حرف الباء في جملة ابغ حجك وخف عقيمه موجود حرف الباء، إذن هذه اللام قمرية. وخلي بالي زي ما قلت في الشريحة اللي عدت، لازم الطالب يتدرب على كتابة كلمات باللام الشمسية، لأن بعض التلاميذ تكتب كلمة الشجرة ألف شين الشجرة، وكلمة السمكة السمكة، وهذا خطأ. وطبعا هو ما يكتبها بدون لام لأنه مش هيسمع اللام في النطق، الشجرة السمكة السيارة، مش هيسمع لام، فما يروح كاتب ألف والحرف اللي بعد اللام مباشرة. ولكن عشان يتدارك هذا الخطأ لابد من تدريبه على كلمات باللام الشمسية متعددة. المهارة التالية المذكر والمؤنث، اكتب أسفل كل صورة مذكر أو مؤنث. ثعلب، ثعلب لا تنتهي بتاء مربوطة، إذن هي مذكر. دجاجة تنتهي بتاء مربوطة، إذن هي مؤنثة. كتكوت، كتكوت طبعا مذكر، كتكوت. كتاب أيضا مذكر. قطة تنتهي بتاء مربوطة مؤنثة. دب مذكر. قرد مذكر. سيارة مؤنث. المفرد والمثنى والجمع، المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، والجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني بداية الجمع ثلاثة. رقم 9 اكتب أسفل كل صورة مفرد أو مثنى أو جمع. الصورة الأولى واحدة فقط، شمعة واحدة فقط، نكتب مفرد. الصورة الثانية ثلاثة، طبعا ثلاثة يعني أكثر من اثنين، إذن هي جمع. الصورة التالية شجرتان يعني اثنين، واحنا قلنا الاثنين اللي هو مثنى. الصورة التالية صورة أقلام، أقلام لأن بها ثلاثة أقلام فإذن هي جمع. الصورة التالية واحدة فقط، بيضة واحدة فقط فإذن هي مفرد.
الصورة التالية كتابان، إذن هي مثنى. التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء. التاء المفتوحة اللي هي بالشكل ده تنطق تاء سواء في الوصل أو الوقف. يعني سواء في الوصل أو الوقف، يعني سواء شكلتها أو وقفت عليها بالسكون. مثال كلمة حوت، كلمة حوت هشكلها حوت تو، اتنطق التاء. طيب هسكنها أو هقف عليها بالسكون حوت، اتنطقت أيضا تاء، يعني تنطق تاء في الحالتين في الوقف والوصل. أما التاء المربوطة اللي هي بالشكل ده تنطق تاء عند الوصل وتنطق هاء عند الوقف، دي سهلة. طيب يعني لو شكلتها هتتنطق تاء، ولو سكنتها لو وقفت عليها بالسكون هتتنطق هاء. طب ناخد مثال المدرسة جميلة. أخلي بالي من كلمة المدرسة، المدرسة تو هتشكلت اتنطق التاء. طب هقف عليها بالسكون، المدرسة اتنطقت هاء. يبقى في حالة الوقف اتنطقت هاء، وفي حالة الوصل اتنطقت تاء، إذن هي تاء مربوطة. أما الهاء فهي تنطق هاء سواء في الوصل أو في الوقف، يعني سواء في التشكيل أو وقفت على بالسكون هتتنطق هاء. طب هات مثال كلمة وجه، هشكلها وجه وجه هو، اتنطقت هاء. طب هقف عليها بالسكون وجه، اتنطقت أيضا هاء، إذا تنطق هاء في الحالتين، تكتب هاء بهذا الشكل. نشاط 11، صل كل صورة بالحرف المناسب. أول صورة صورة وجه. عشان أعرف كلمة وجه تنتهي بتاء أو هاء هنطقها مرة بالتشكيل ومرة بالسكون. وجه اتنطقت هاء، طب بالسكون وجه اتنطقت أيضا هاء، يبقى اتنطقت هاء في الحالتين، إذن هي هاء مربوطة. الصورة التالية صورة حمامة، هنطقها مرة بالتشكيل ومرة بالسكون. انطق معايا حمامة، اتنطقت بالتشكيل تاء، طب هننطقها بالسكون حمامة، اتنطقت هاء، مرة اتنطقت هاء ومرة تاء، إذن هي تاء مربوطة. الصورة التالية صورة حوت، زي ما احنا عارفين هننطقها مرتين، مرة بالتشكيل ومرة بالسكون، حوت اتنطقت تاء، طب هنقف بالسكون حوت، اتنطقت تاء في الحالتين، إذن هي تاء مفتوحة. الصورة التالية صورة جنيه، هنشكلها مرة ونسكنها مرة، جنيه اتنطقت هاء، طب سكن جنيه، اتنطقت هاء، إذن هي هاء مربوطة. الصورة التالية صورة كتكوت، كتكوت بالتشكيل اتنطقت تاء، طب هقف بالسكون كتكوت، اتنطقت أيضا تاء، إذن هي تاء مفتوحة. الصورة الأخيرة صورة قطة، هنطقها مرة بالتشكيل ومرة بالسكون، حاول تنطقها معايا أو قبلية كمان، قطة ده بالتشكيل، طبعا هنطقها بالسكون قطة، اتنطقت هاء، إذن هي تاء مربوطة. وخلي بالي لو الطالب كتب كلمة وجه ووضع عليها نقطتين يبقى هنا عنده خطأ في الإملاء، وكذلك لو كتب كلمة قطة ولم يضع نقطتان أيضا هيبقى خطأ في الإملاء. تدريب بسيط على التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء. أول صورة صورة مدرسة، عشان أعرفها تاء مربوطة ولا هاء هنطقها مرتين، مرة بالتشكيل ومرة بالسكون. انطق مرتين، انطق معايا بالتشكيل مدرسة تون، اتنطق التاء، طب انطق بالسكون مدرسة، اتنطقت هاء، وانا عارف اللي هي ما تتنطق مرة هاء ومرة تاء هي تاء مربوطة. طيب كلمة منبه، هننطقها ايضا مرتين بالتشكيل منبه، اتنطقت هاء، طب بالسكون منبه، اتنطقت ايضا هاء، اذا اتنطقت هاء في الحالتين، تكتب هاء مربوطة. الصورة التالية صورة بيت، بيت اتنطقت تاء، سكن بيت، اتنطق التاء في الحالتين، إذن هي تاء مفتوحة. الصورة التالية صورة مياه، مياه اتنطقت هاء في التشكيل، طب سكون مياه، اتنطقت أيضا هاء، إذن هي هاء مربوطة. الصورة التالية تدل على الصوت، كلمة صوت هننطقها مرتين تشكيل وسكون، صوت، طب سكون صوت،
اتنطق التاء في الحالتين إذن هي تاء مفتوحة. آخر صورة شجرة، كلمة شجرة انطق مرتين، شجرة شجرة، اتنطقت مرة تاء ومرة هاء إذن هي تاء مربوطة. النشاط التالي التنوين، التنوين هو نون ساكنة زائدة في آخر الاسم تنطق ولا تكتب، يعني التنوين عبارة عن نون ساكنة وتكون في آخر الاسم فقط، تكون في آخر الأسماء، ما ينفعش تيجي في الفعل وما ينفعش تيجي في أول الاسم ولا في نصف، لازم تكون في آخر الاسم، تنطق نون ولا تكتب، تكتب تنوين. أنواع التنوين ثلاثة، بالفتح وبالضم وبالكسر. بالفتح مثل كلمة تلميذا، وبالكسر تلميذ، وبالضم تلميذ. ننطق نون ولكن نكتب تنوين. اكتب نوع التنوين أمام كل كلمة، شمس، شمس، ضمتين يبقى تنوين بالضم. شجرتي، تي، شجرة، تنوين بالكسر. قال من، تنوين بالفتح. سماء، تنوين بالكسر. كتاب، تنوين بالكسر. قطة، تنوين بالكسر. وخلي بالي عند كتابة التنوين بالضم أو التنوين بالكسر مش هما نضيف ألف للكلمة، لكن عند كتابة التنوين بالفتح نضيف ألف للكلمة، مثل كلمة قلما لازم أضيف لها ألف. ولكن في ثلاث حروف عند تنوينها بالفتح لا نكتب معها ألف، وهذه الحروف نسميها كراسي العائلة. التاء المربوطة إذا كانت الكلمة تنتهي بتاء مربوطة وعند تنوينها بالفتح لا نضع ألفا. والحرف الثاني الهمزة على السطر، إذا انتهت الكلمة بهمزة على السطر ونونت بالفتح لا نضع ألفا. والكلمة الأخيرة الألف همزة، إذا انتهت الكلمة بألف همزة ونونت بالفتح لا نضع ألفا. نشاط 14، اكتب كل كلمة بالتنوين بالفتح مرة وبالكسر مرة وبالضم مرة كالمثال. المثال كلمة قمر عند تنوينها بالفتح قمرا، خلي بالي ضفنا عند تنوين بالفتح ألف لأن ده حرف الراء، عند تنوينها بالكسر قمر، عند تنوينها بالضم قمر. كلمة غصن عند تنوينها بالفتح غصنا، تنوينها بالكسر غصن، عند تنوينها بالضم غصن. كلمة مساء، عايزك تكتب لي في التعليقات مساء، مساء، مساء. المهارة التالية ياء الملكية، ياء الملكية تضاف إلى الكلمة للتعبير عن شيء أمتلكه. نشاط 16، عبر عن كل صورة مستخدما ياء الملكية كالمثال. ياء الملكية أولا ياء زائدة، زائدة عن بنية الكلمة الأصلية، يعني الكلمة تنفع تكتب وتقرأ بدونها. كلمة دراجة ضفنا ياء الملكية دراجتي. طيب كلمة سيارة هنضيف لها ياء الملكية سيارتي. طيب قلم قلمي، فستان فستاني، حقيبة حقيبتي، قطة قطتي، كرة كرتي، كتاب كتابي. هنلاحظ في ياء الملكية أنها زائدة لا تؤثر على الكلمة، وهنلاحظ أيضا أن ياء الملكية تعتبر مد بالياء لأن الحرف الذي قبلها تحته كسرة. دراجاتي، سيارتي، قلمي، فستاني، كرتي، وهكذا. وهنلاحظ أيضا الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة إذا أضيفت لها ياء الملكية تقلب تاء مفتوحة، مثل كلمة دراجة هنضيف لها ياء دراجتي قلبت تاء مفتوحة، سيارة سيارتي قلبت تاء مفتوحة، قطتي حقيبتي كرتي، كل هذه الكلمات كانت تاء مربوطة ولكن عند إضافة ياء الملكية قلبت تاء مفتوحة. أسماء الإشارة، هذا وهذه وهؤلاء. هذا للمفرد المذكر وبها حرف ينطق ولا يكتب، هذه للمفرد المؤنثة وللجمع غير العاقل وبها حرف ينطق ولا يكتب، هؤلاء لجمع العقلاء. أول كلمة أو أول جملة فيل ضخم، عشان أعرف أكتب اسم إشارة مناسب أشوف أول كلمة فيل، كلمة فيل مفرد مذكر، إذا نستخدم اسم الإشارة للمفرد المذكر هذا، هذا فيل. الجملة التالية كلمة وردة، وردة جميلة، كلمة وردة
مفرد مؤنث لأنها تنتهي بتاء مربوطة، مفرد مؤنث هستخدم هذه، هذه وردة جميلة. الجملة الثالثة عمال ماهرون، عمال جمع ولكن يدل على المذكر أو يدل على العقلاء، فنكتب هؤلاء، هؤلاء عمال. الكلمة التالية أشجار، كلمة أشجار تدل على الجمع ولكن هذا الجمع غير عاقل، وإحنا قلنا هنستخدم مين مع الجمع غير العاقل؟ هذه، ما ينفعش أقول هؤلاء أشجار خطأ، ولكن الصواب هذه أشجار. زرافة جميلة، كلمة زرافة مفردة مؤنثة لأنها تنتهي بتاء مربوطة، هنستخدم هذه، هنستخدم هذه، هذه زرافة جميلة. أسد مفترس، أسد مفرد مذكر، هذا أسد. حقيبة تنتهي بتاء مربوطة مفردة مؤنثة، حقيبة، هذه حقيبة. طائر مفرد مذكر، هذا طائر. صيادون جمع ويدل على العقلاء، هؤلاء صيادون. أطفال أيضا جمع ويدل على العقلاء، هؤلاء أطفال. كتاب مفرد مذكر، هذا كتاب. متعاونون تدل على العقلاء، نستخدم هؤلاء متعاونون. تدريب اقرأ وفكر ثم صل، هذا، هذه، هؤلاء. أول كلمة فصل مفرد مذكر، نستخدم هذا، هذا فصل. فلاح أيضا مفرد مذكر، هذا فلاح. شجرة مفرد مؤنثة، هذه شجرة. أصدقاء جمع عقلاء، نستخدم هؤلاء، هؤلاء أصدقاء. قلم مفرد مذكر، نستخدم هذا. كراسة مفرد مؤنث، نستخدم هذه. أصحاب جمع يدل على العقلاء، نستخدم هؤلاء. قطة مفرد مؤنث، نستخدم هذه. اقرأ وصل، هذا وهذه وهؤلاء. أسد زي ما قلنا مفرد مذكر، هذا أسد. زرافة، هذه زرافة. أطباء، هؤلاء أطباء، جمع عقلاء. مهندس مفرد مذكر، هذا مهندس. طبيبة مفرد مؤنث، هذه طبيبة. مهندسون جمع مذكر، هؤلاء. ولد، هذا ولد. وبنت، هذه بنت. الفعل الماضي والفعل المضارع، حدد نوع الفعل. أول كلمة ذهب، عشان أعرفها ماضي ولا مضارع هشوف الفعل يدل على الماضي ولا يدل على الحاضر. ذهب وانتهى فعل ماض، نكتبها تحت الفعل الماضي. يذهب، يذهب الآن، فعل مضارع، نكتبها تحت الفعل المضارع. كتب ماض، يكتب مضارع. رسم ماض، يرسم مضارع. شرب ماض، يشرب مضارع. خرج وانتهى ماضي. يخرج مضارع. ركب وانتهى ماضي. يركب الآن مضارع. التدريب الأخير، هذا الفعل المضارع. كلمة أكل، أكل وانتهى فعل ماضي ولكن يدل على المذكر، لأنها لو كانت تدل على المؤنث كانت تنتهي بالتاء، يعني مثلا أكلت. هنا أكل عشان نحولها للفعل المضارع هنكتب في بدايتها حرف الياء، يأكل. صرخ يصرخ، أخذ يأخذ، رفع يرفع، عمل يعمل. بحث يبحث، فهم يفهم. جلس يجلس، نزل ينزل. قعد يقعد. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من الجزء الأول، واللي جينا تفاعل على هذا الفيديو هنكمل إن شاء الله الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.